شفت بيجي كده كله ماشي شباب والله ما تيجي قدامنا ها هذه قرنتها عالية كيف بدنا نصور شباب بس ابي شوي قبل كده اشتقت اسمعين صور من جوا والله جربت حقيقة هذه الزيارة سبقها زيارات أخرى لمسؤولين في الأمم المتحدة مثل ملادينوف وروبرت بيبر اطلعوا على حجم الإنجاز الكبير الذي تقوم به اللجنة القطرية من خلال التمويل الكريم والكبير الذي تقدمه دولة قطر الشقيقة حقيقة أبدو إعجابهم الكبير بهذه المشاريع رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة حقيقة نقلوا هذا التصور للسيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون الذي قرر زيارة هذه المشاريع وفعلا اليوم تشرفنا بزيارة الأمين العام زار مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية واغتنمنا هذه الزيارة وقمنا بإطلاعه على أهم المشاريع القطرية التي تم تنفيذها في قطاع غزة من خلال عرض لصور فوتوغرافية تم التقاطها حديثا من مواقع المشاريع التي تم تنفيذها حقيقة الأمين العام أعجب بشكل كبير بهذا الإنجاز الكبير الذي تقوم به دولة قطر الشقيقة في قطاع غزة ووعد بأنه سيبذل جهود كبيرة مع دول أخرى في المجتمع الدولي لتقديم المساعدات وحذو دولة قطر في دعم مسيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة الآن الغرفة